مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من نادي صقور ديالة على ضفاف نهر ديالة. نهر ديالة هذا النهر الخالد، سباق دهوك. راح نبدي بالخطوات الأولى. مشاهدينا الأحبة، نلتقي بالأخ محمد جثة من أهالي محافظة ديالة الخضراء. راح نسأل الخطوة الأولى تتمثل بشنو؟ عندنا هنا رزم الحمام، تسليم الحمام من الجناي للجنة للترقيم. هنا الجناي راح يجيب الطيور مالته هنا. وهنا طبعا هاي الطيور طيور رحمان قشاش، عملاق بهرس طبعا. مشهور على مستوى محافظة ديالة. حجينا يحفظه ان شاء الله. هسه الله يسلمك. هنا عندنا رزم الحمام من اللجنة. هسه هنا هاي الخطوة الأولى. إن إحنا ما نغمط المناطق حقها، لكن بهرز مشهورة تراثها وحضارتها، ووحدة من الأشياء اللي مشهورة بها بهرز تربية الحمام. ونلتقي بأبو خالد، واحد من متسابقي محافظة ديالة الأبطال. السلام عليكم أبو خالد. عليكم السلام ورحمة الله. يعزك ويحفظك. الله يسلمك. شلونك، نتائجك؟ والله الحمد لله والشكر. هذا إحنا هذا السباق السابع. اليوم عندنا تسليم، باكر عندنا سباق الهور. نعم. أنا سابقت سبع سباقات، بهالسباق السباقات سجلت أربع مرات في العشر الأوائل. ما شاء الله. سجلت رابع، سجلت مرتين عاشر ومرة تاسع. نعم. سجلت. هذا السباق إن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله ونسجل في هذا السباق. نعم. هسه أنت جاي تسلم هسه؟ هسه دا أسلم الحمام مالتي. كل التوفيق إن شاء الله إلك و جماعتك ولكل المتسابقين. احنا نعم لكل المتسابقين ان شاء الله التوفيق. احنا ان شاء الله كل المتسابقين يتوفقون ان شاء الله. الله يوفق كل الجميع ان شاء الله. بارك الله فيك. احنا هي هاي هوايه احنا ماخذينها انا من التسعينات لسه السابق. صح. وانا للموت ما يبقى يعني ما يبقى بعد ما دينا حياه بدنوب يعني. لا حتى لو بقى حياه ابقى بالدرب قاعد اتفرج على صحة وعافية ابو خالد. الحمد لله والشكر اللي واهس بين يعني والحمد لله. الله يوفقك. ايه. واحنا هاي الحمام مالتي اغلبيتها من حق الغلباوي. منين؟ من حق الغلباوي، الطيور من مال خالد الصراف. من مال خالد الصراف. من حق الغلباوي. نعم. نعم نعم. اي هذا الحمام كله اخذته. اي اغلبيته يعني هذا الحمام مالتي. نعم. من حق الغلباوي ومن طيور خالد الصراف ومن طيور مال معاد ابو سجاد ابو الحسيني. مشهورين كلهم مشهورين. دول معروفين. نعم. وهاي طيورهم. نعم. كل التوفيق للتوفيق للجميع ان شاء الله. الله يحفظك ويعزك. ممنونين جدا. بارك الله فيك. عمر من بهرز مو من بهرز ميزة يعني عند ذن الطيور مال الله يرحمه أو الله يذكره بالخير أبو حسين أبو زيونة. الطيور مالت كلها وهم بينتهم ضاربوها للطيور وظلوا يعني عليها الطيور وكل سنة ما يطلع من العشرة إلا ما ندر يعني هاي السنة لحد الآن أول مرة طلع مرة وطلع من العشرة كلهم بالسباقات هو بالعشرة وطيور متميزة عنده بس هو اكو عنده مدرب هم يعني ايه؟ مدرب يعلمه هو شلون يسوي شيء يسوي شلون هذا ما اقدر اجيب طاري لان يقول لي لا تجيب طاري لي هذه الحمد لله بس سام هنا هم السائق مالتنا هو المدرب مالتنا هو اللي راح يوديهم نعم بس سام محمد نعم هم خذ جناح جديد نعم يعني صارت ثلاث سنين هو بس بالسباقات هم سويتوا له واحد عنده سجل بس عنده مدرب مالته يقول المدرب مالتي لقيت صدام دبارة يقول لقيت المدرب مالتي لقيت ثاني واحد مدرب بالحمد لله احكي لي هاي الخطوه هسه هنا هنا هاي بعد هنا يسلم الجناي يسلم هنا الحمام عندنا نعم هنا هاي اللجنه خاصه بتحليق الحمام لان حجوب وضع الحلقات اي هاي وضع الحلقات عندنا مال السباقات القديمه يملصوها نعم يسلموها حلقات جدد هاي جدد هنا اي يعني هسه هنا هذا القديم هذا القديم نعم هنا جديد هاي اللجنه الاختصاصيه اللي احنا يسجلون يسجلون هنا هنا الورقة مات الجناي نعم. يطابقون بها يدخلون الحجر يرقمونه ويخلونه بالطير وهاي هنا اي هذا الفقرة يعني احنا الخطوة الاولى تجي رزم الرقم هسه هاي الحلقة القديمة وهاي الحلقة الجديدة هسه وين راح يودونه هذا راح يخلونه بقفاص بالقفاص بالقفاص يرزمونه نعم
بعدين عندنا الخطوه الثانيه هاي الحلقه سجلها بالمال المتسابق نعم يعني اي ونزلها هنا بالقفص على السباق عندنا سباق دهور موفقين الحكم حسين عامر جسام وهنا الحكم حسين عامر جسام على راسي عندنا هنا همين هنا طبعا مشاهدينا نفس الطريقه نفس الطريقه اللي شرحناها مشاهدينا هاي السياره الخاصه بالحله حله نادي الصقور هنا اخونا محمد جثة راح يشرح لكم على طريقه تعبات الحمام بعد أيه. تحليق الطير عندنا نعم وتعباته بالصناديق الخاصه اي بالرزم الطيور والدول. نعم تيجي لجنة عندنا اثنين من ثلاثة أيه. يجون يعبون الحمام من هاي البوابات الخاصة نعم هذا نعد هاي البوابة خاصة بالتعبات يعني دخول ماكو خروج بعد ما يقدر يخرج ما يخرج يعني يقول لك يعني خاف واحد يقدر يمد ايده لو شيء طير يطير له هاي تعبى الطير منه يدخل ما يخرج بعد الطير عندنا هنا البوابة من تكمل التعبوب خاصة بالقفل نعم نقفلها الان اللي واضحه عندكم اي واضح اي تنقفل باقفال خاصه نعم بس اعضاء اللجنه محكمين نقدر لا هو اهل النادي يعني شلون نقول احنا الخاصه اللجنه الخاصه بالنادي نعم عندهم هاي الاقفاله بعدين نجي منا الجي بي اس بعد وصول الحمام حمام للفكه يعني نقول المكان مكان اللي تحلون من عنده اي المكان اللي تحدد الجي بي اس المسافه مالتنا نعم احنا 375 راح يصير عندنا الفكه هاي نعم يحددها بالجي بي اس 375 لا تنقص ولا تقل عندنا نعم راح يحددها عندنا شلون نقول الحكم اللي يفك نعم نعم يحددها بعدين عندنا الوقت يثبت عده نعم بالفكه عندنا بعدين عندنا هاي البوابه الحله انطلاقيه الحمام ينطلق كله سوا كله ينطلق بدقيقه واحده نعم يعني الحمام كله العدد مالته 2000 2500 3000 قد تستوعب هاي قد عدد الحمام اللي عندنا بالنادي الصقور راح ينطلق بدقيقه واحده عندنا نعم يتحدد بعدين نيجي احنا الجنايه نعم. بعد وصول الحمام للوفتات والهاي والسباق وتحليق بالساعات نعم راح يجي الجنايه كل من شي رقم طير طيرين يجي للنادي عندنا نعم عندنا ناس حكام اثنين من الحسينية نعم بغداد أي. حكام خاصين نعم بهم يعني شلون نقول اللجنة الخاصة بعرض النتائج عندنا نعم يلزمون يدخلون الوقت عندنا وصول الطير ووصول الجناي عندنا اللي يعني تدري فترة أي. الما يوصل من البيت الما هاي نعم فكل هذا الوقت بالساعة نعم الصينية فيوصل للنادي ينزلون الوقت من الوصول للحمام وتطلع عندنا النتائج ان شاء الله يعني شلون برنامج هم عندهم عدن خاص يعني الجنايه كلهم ما يعرفون لان تدري عم لا يشككون بالموضوع وهاي فتطلع النتائج عادين عندنا احنا ان شاء الله نحن سنه ثانيه ان شاء الله نعم وان شاء الله متواصلين صقور دياله ايش وقت بديتوا؟ احنا بدينا العام 2018 2019 فكيتوا وهاي السنه كل حلاتكم على دهوك؟ عندنا لا عندنا العظيم عندنا العام بدينا عظيم وصلنا زاخو يعني قصدي على الشمال على الشمال احنا بدينا نادي جديد صقور دياله الشمالي يعني شمالي اي لان يعني تدري المسافه حلوه اي واجواء حلوه لا صيد لا اكو شيء على الجنوب نعم. تعذبنا صح حمامنا راح ما نعرف الطير اللي نجيبه بكم فلوس يعني يصرف عليه الجناي هوايه اكل العلاجات لفتات نعم. نعم. يعني اكثر من نقول من اهله صح يعني احنا مربينا مثل الطفل هذا نعم. الطير صح صح يعني من سنه كامله احنا مربين جهز الحمام يجي على الجنوب مع احتراماتي يعني هناك اكو ناس يعني ما يحترمون هذا الطير هو نقدر نقول ضعاف النفوس ايه احنا ما نشمل المنطقه يعني كلها يجي لزمه نعم ولو يقصه لو يملصه وياكله لو يسوى له كومت فلوس لو يبيعه ب 1000 دينار وصاحبه خسران عليه سبع ورقات والله هو اقل صح ما نعرف احنا هذا الشيء اللي بداخلهم هم شنو هو احنا مجرد احنا نلتهي نعم طبعا وهاي السباقات ونتعرف هناك فشيء حلو صح فشيء حلو والله نعم. يعني اكو ناس هنا ما نعرفهم صح بس احنا نلتم بهاي السباقات شلون الاخوه والعائله وحده صح
يعني انت شفت صورت هاي الناس نعم. كلها سولف نعم. وفرحانه نعم. نعم. ونلتقي وملقى حلو عندنا هنا، بس مع احترامات هم هذول للنفوس الضعيفه اللي يخربون هاي الملتقى، فاحنا نترجى منهم يعني رجاء اخوي ان يعفون الحمام اللي عندنا ما يصيدونه، وحتى يعني شرعا حرام. يعني هو جايتي كتله، يعني شنو تريد كتله؟ شنو تريد توصل؟ خم اروح اشتري لك دجاجه واكلها، ما حرامات. يعني احنا نترجى منهم لا يفلتشون هاي الانديه من ورا ناس ضعيفه الانفس، واحنا نريد نشوفك يعني الجنايه عندنا الابطال. اخ محمد انتم عندكم بالنسبه للسباق مرحله واحده لو عده مراحل؟ لا عده مراحل، 9 سباقات عندنا. والله احكي لي من البدايه الى احنا اول سباق عندنا بلد. اول سباق بلد. بلد منطقة بلد. بلد النوب عندنا سامرة. هم تعرف المسافة مالته شقد؟ بلد عندنا تقريبا 58 كيلو. نعم. هاي المسافة. اي عندنا سامرة 80 نعم. تقريبا 85. نعم. النوب تكريت. النوب عندنا حويجة. نعم. النوب الموصل عندنا. نعم. وعندنا من راجع، يعني احنا نسهل سباق بالسرعة. اي. الراجع. اي. وهسه عندنا الموصل فكينا. نعم. وعندنا زاخو. زاخو والسباق الاخير دهوك. استغفر الله دهوك. السباق الاخير زاخو عندنا، هذا من الـ من الـ من على الحدود. على الحدود هو من على تركيا. هاي اخر اخر نقطه بعد ما وين الحدود تركيا ما عندنا بعد عبره. نعم موفق ان شاء الله. موفقين للجنايه كلهم. عندنا ابطال سجلوا بالعشرة. عندنا نعيم. نعم. يعروب. نعم. رحمن كشاف. نعم. عندنا ابو عباس، ابو علي. نعم. هذول ابطال سجلوا ارقام، ارقام قياسيه. نعم. يعني حطموا الارقام يعني تكرار عندهم. نعم نعم. عندنا نعم. هواي ابطال، عمر الصافي. نعم. بدياله. نعم. عندنا محمد بدر، يعني جنايه هواي هواي يعني شلون ما يكثر اوصافهم. وان شاء الله احنا نترجى يعني هالسباقات ان شاء الله هم تطلع لنا ابطال جديده وتفوقون بالسباقات ان شاء الله، وان التوفيق لهم ان شاء كل الله. كل التوفيق للنادي وللمتسابقين. للنادي والمتسابقين ان شاء الله. ان شاء الله. احنا ما ذكرنا قبل شويه نعتذر. هنا البطل على الرسام. الله يسلمك. على راسي. هنا مسجل ثاني. ما شاء الله. ثامن ومراكز ومع يعني من العشرة الأولى. من العشرة ومع يعني فد ملاحظة هو يسابق بناديين. بالشروق وبالصقور؟ لا عنده شو اسمه، انا مسؤول يعني الشروق الدياله على البنزك. البنزك هو المدير النائب شمالي وجنوبي. وجنوبي يعني ناديين باسبوع. نعم. خله عندنا يسابقون ويسجلون وبطل. الله يسلمك. وهذا السباق كله خايفه منه. كلهم عزمت الحساب. وان شاء الله يتوفقون. كل التوفيق للجميع ان شاء الله. والله نتمنى الخير للجميع ان شاء الله. ابو حسين علي عين. ابو حسين يعني. انت انا منزل قبل تقريبا بحدود الشهر عن نادي شروق دياله. صحيح. السباق كان اي صح يمكن العزيزيه. اي انا كان السباق الاول وانت كنت يم المتسابق صلاح ابو مختار. ايام صلاح ابو مختار. صحيح. احكي لنا على سباقكم. والله احنا طبعا الاخ محمد جثه حكانا عن سباق الشمالي. اي الشمالي سباق ساعات، احنا نصح له الساعات الصينيه. نعم نعم. اي هذا السباق يختلف عن سباق الجهاز. اي الجهاز اولا ولو اقاطعك محمد شلونه بالسباقات؟ لا محمد بطل. يعني والله محمد طبعا في اكو ميزه بي عنده يدز حمام قليل يعني. اها شلون نقول نوعين؟ انا ما اسوي هواي يعني اكثر شيء 13 طير. 13 طير عدد حمام قليل وحمام ابطال يعني. يعني يهتم بالنوعيه طبعا. هو كله تهتم بالنوعيه مو بس. نعم. محمد صح. يعني مع احترامي له. اي بس شنو تعرف اكو ناس يعني تكثر تبزر 50 60 اكو اكثر. نعم. بس هو تعرف هو القله افضل يعني شويه يسيطر عليها من المرض. نعم. بالمصاريف هذا كلها طبعا له تفيده يعني. صح صح. ومحمد طبعا كان يسابق جنوبي العام اول عام. اي اي اول عام. هو ذكر لي معاناه المنطقه الجنوبيه. صحيح. الجنوبيه شويه هي صعبه بالسباقات. وطبعا ابطال بها هواي ابطال يعني. اي والله هواي بس شوي احنا بس احنا الصيد الثاني يعني. صح. احنا من خلالكم ايضا من خلالكم نرفع يعني لاخواننا اللي يعني والله اللي يأذون الطير وهواي يعني أي. ناشدنا بهذا الموضوع. نعم نعم. هواي يعني مشينا حتى البغداد عندنا هاي مال البيطرة مال هاي والسيطرات اللي ايضا بلغناهم ما يقدرونهم يعني تعرف ذول مناطق مفتوحه وبتشول يعني صح. صح. اكثر مره نزلنا عليهم يقولون احنا
هذا رزقنا. قلت بس احنا 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 نخاطب ضمائرهم يعني، هذا حرام شرعا حرام. طبعا اي طبعا اي والله ياكو شغله يعني، يعني هو من يجي يقتل الطير، الطير يجوز يموت يعني. بس اقول له شغله واحده، هسه ابنك من يتمرض جد تتعذب صح، بس هذا الشيء خلي يفكر بيه، ترى هو هذا الطير الحمام احنا معتبرينه شلون ولدنا. نعم والله مقصرين. محمد قصر محمد يحكي، لان الطير ترى مو بس مجرد احنا نجيبه وهاي، يعني مصاريف عليه من الاميات، علاجات العلاجات نعم، لحد ما يطلع لحد ما تخرجه يعني، يقوم يطير على البيت فوقك يتعلم يجلد مثلا يصير يعني يحفظ مكانه. نعم زين هذا كله تعب زين، وراها راح تبدي السباقات تدريب، ويعني هذا كله مصاريف فلوس يعني. هذا الطير يعني مثل ما يقول الطلعة نروح يلا يصير عليه. لا والعفو على الله ولو نقاطعك يعني، قل جناي هسا عندنا احنا يصرف له بالسنة قل شيء. هسا انا ابسط شيء يعني اكثر شيء سوي 13 طير يعني، عند السباق سوى 7 حمامات الحمد لله والشكر عجل ومسجلت همين خير من الله يعني، نتائج بالعشرة ولا يعني اقل شيء اصرف له انا 500,000 زين. اللي عنده 50 يعني انا عندي 13 حمامة بال 500 من بداية يعني ما بزرتهن لهسا، ويجي واحد يقتلهن حرامات والله. طبعا يعني ما اعرف هذا الطير زين مو زين، يجي كمشه والعالم هم تقول لك والله هذا اشترى طيور وما سوى شيء صح. يعني انا اظلم الطير، اجي ابيع امهاته، اذا مشتري امهاته ب 300 و 250 راح ابيعهم ب 10,000 دينار صح. من ورا من؟ صح. من ورا هذول ضعاف النفوس يعني، خلي باعون علينا. احنا نحب الجنوب والشمال نفس الفكات انه كلنا حلوه، بس هنا المسافه يعني اطول. نعم احنا نحب الطويله، اهل ديالي يحبون الطويله، المسافه الطويله. نعم نعم وان شاء الله باكد الله يسمعون كلامنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ويخلون هاي السباقات الحلوه تكمل ان شاء الله، وان شاء الله من يعني شو من قناتكم ان شاء الله للجميع. بس أيوة ما يسمعون على هذا الشيء، بس تنحل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ابو حسين نستغل وجودك تحكي لنا على نادي الشروق، مثل ما حكى لنا استاذ محمد على النادي الصقور. نعم نادي شروق ديالة شو وقت بديته؟ طبعا هو تاسس هذا الموسم 2019 2020، هذا اول سنه هو يسابق. هاي اول سنه اي هذا سنة. الجهاز احنا نصيح له جهاز البنزك الألماني. نعم هذا أول سنة بدياله، بس هو كان موجود يعني بغير محافظات موجود، صار له 5 سنين 6 سنين بادين قبلنا. إيه بادين يعني، بس إحنا هاي السنة الأولى بدينا بي يعني تأسيس هذا النادي. طبعا لجنة النادي أبو تبارك أحمد غواني أبو الهويدر، نعم وآني على الرسام ومحمد الصبار. نعم. هاي طبعا اللجنه المشرفه على النادي. نعم. هذا الجهاز جهاز الكتروني طبعا. نعم. يوجد برجله، برجل الطير اي احنا نصيح له الرينج هذا الرينج بحساسات. نعم. اكو مهبط يربط على باللوفت مال الجناي. نعم. يعني البرجنج اي هذا يربط به، فالطير من يجي من السباق يجي يبصم على هذا المهبط. نعم. فينقل معلومات، اكو ساعة مربوطة بهذا المهبط ينقل معلومات الوقت، جنس الطير، الرقم الطير اللي موجودة برجله ينقلها بهذا الساعة ويجيبها للنادي والحكم يطلعها. بالمناسبة أنا الحكم النادي. نعم. اي اطلع لهم النتيجة، تبدي هنا احنا على اكو فرق جوي وسرعة الحمام. نعم اكيد. اي يطلع عندك الاول المسافات. نعم. يعني المسافات اي طبعا اي مثل ابو كنعان يفرق عنه ابو الهويدة طبعا اي ابو صار. ابو هذا القياس فرق جوي احنا نصيح. نعم اي فرق اي بس تبقى سرعة الحمام. نعم. يا هو الاسرع طير هو نصيح للفاصل. الفاصل الفاصل اللي يبشر هلأ. اي فنادي شروق ديالة هذا اول سنة صار له يعني ان شاء الله، وان شاء الله يعني لحد الان ان شاء الله بالتطوير ان شاء الله لحد الان هو نقول احنا ما نقول 100% 80% هو لحد الان مستقر يعني ان شاء الله، والسنه تيجي ان شاء الله نكون افضل يعني ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. كم مرحله عندكم ابو حسين؟ احنا 10 سباقات عندنا 10 مراحل اي يعني 10 سباقات ما عدا التجريبي، صار سباق تجريبي عندنا يصير 11. هسه احنا ان شاء الله السباق اللي يجي ويا التجريبي يصير السادس، سباق السادس. وصلتوا للسادس؟ اي سباق على الجنوب. على الجنوب يعرف اي جنوب. نعم على الجنوب ان شاء الله السادس. ابو حسين اذكر لي المراحل منين تبدي؟ احنا المسافات اللي بالنسبه للجنوب اي جنوب هذا احكي لك شروق دياله. شروق دياله جهاز البنزك. نعم احنا عندنا اول مسافه هي ال 100 كيلو
عزيزيه. عزيزيه هاي اول سباق. اول سباق. نعم. طبعا هذا يبدي تدريج يعني المربي أي. يبدي يدرب يوصل 50 كيلو 80 كيلو. هو عنده برنامج تدريبي. برنامج تدريب يبدي من 5 كيلو يبدي يصعد. نعم. يوصل مسافه ويسلم للنادي، النادي قبل يفوق سباق 100 كيلو. يعني احنا السباق الاول عزيزيه. اي السباق 100 طبعا تقصد 100 جو. 100 جوي. نعم. 100 جوي. أي. طبعا هي بالارضي اكثر يعني. نعم اكيد اكيد اي نعم. فالاول سباق احنا نصيح له سباق ال 100 كيلو عزيزيه. نعم. السباق الثاني فكيناه احنا هذا الموسم 150 كيلو نعمانيه. نعمانيه. اي السباق الثالث صار عندنا سباق الموفقيه 200 كيلو بالحي. اي يعني يصير لا هو موفقيه بين الموفقيه وبين الكوت يعني تابعه للحي. اي تابعه للحي. نعم. 200 كيلو. نعم. والسباق اللي مضى قبل كم يوم هذا السباق الرابع فكينا الفجر منطقه الفجر تابعه للناصريه. تابعه للناصريه. تابع للناصريه اللي فكينا تقريبا مسافه 250 كيلو. نعم. النوب ان شاء الله. ان شاء الله هذا راح يصير عندنا سباق عوده يعني نصيح له يرجع الراجع. نعم الراجع. هذا يصير باستراحه للحمام لان عندنا وراه راح يصير سباق ان شاء الله اكثر مسافه. اي يصير السباق احنا نصيح له سباق الوطني. يعني سامر مشاركه به. نعم. ديالى وصلاح الدين وبغداد والعزيزيه. نعم. هذني طبعا بغداد تقريبا بهم تقريبا 10 انديه. نعم. يسابقون وديالة نادي وسامرة ونادي يعني تقريبا 14 الى 15 نادي راح يسابق بالسباق الوطني. الوطني احنا نصيح له مجمع مال. نعم. اي هذا سباق السلام الوطني وان شاء الله يبدأ عاد وراء احنا نفك قرنه وبصره وفا واحنا عندنا الخط النهائي. الخط النهائي الفاو. اي الخط النهائي فاو. ابو حسين يعني احنا ما يفوتنا ان نذكر الابطال. اي طبعا. أي لا هذا حق اللي حققوا نتائج. والله احنا النادي يضم 32 متسابق ما شاء الله. اي من كل يعني انحاء المحافظه تقريبا. نعم. اي يعني عندنا من كنعان. نعم. تقريبا 7 مربين يعني 7 جنايه. عندي خرنابات 2. نعم. عندي العباره 1. عندنا من بعقوبه بعقوبة من يعني متوزعة يعني نقول مفرق بعقوبة جديدة مناطق القريبة بوهرز التحرير. نعم. بعقوبة المركز يعني. نعم. الهويدر. نعم. همنا عندنا الأسود. نعم. عندنا بالمنصورة منصورة الشاطئ هم عندنا مربي واحد. نعم. بس هسه لحد الآن احنا كلهم أبطال يعني بدون استثناء بس إن شاء هم اللي برزوا يعني نقول هاي السباقات هاي المضت عندنا من كنعان عندنا يعني كلهم ابطال ان شاء الله اركان عدنان صلاح سعد البياتي محمد حسام يعني ذولا ابطال يعني هم مشهوده لهم يعني عندنا العباره عباس الربيعي هذا صار سباق يعني ياخذ اول ما شاء الله اي عدنان مطشر ايضا عندك متسابق قوي. نعم. صلاح ابو مختار هم. نعم. عنده نتائج حسام. نعم. هم عنده نتائج. نعم. يعني الود البقيه بكنعان اركان وسعد وعندي الهويدر هم عندنا 3 متسابقين عندنا سرمد جوري. نعم. هم أنا بطل احد ابطال طبعا هذا من المؤسسين الهوائي بدياله. نعم. هم عنده سباق مو هذا القبله هم اخذ اول طبعا احنا تعرف هي نتائج من الاول للمية. نعم. اي يعني هذول ابطال من الاول للمية. نعم. يعني مو بس اللي ياخذ الاول والثاني بس صح تعرف صح. هي مراكز مفضله. نعم. اكيد طبعا الاول والثاني. ايه. فاحنا كلهم قلت لك عدي بالاسود ابو تبارك الاوسي عندي بالحديد تحرير جديدة المنصورية همين عندي واحد اسمه حسين. نعم. يعني هواي عندي يعني هواي والله يعني بس هم اللي احنا اللي قلت لك هم اللي شوي نتائجهم قوية عباس الربيعي. نعم. عدنان مطشر يعني عندك صلاح ابو مختار حسام. نعم نعم. سرمد جوري. اي عندي بلاسم بوهرز صدام ابو حياة همين عندهم نتائج حلوة وعندي ابو وهاب بدور الزراعه يعني كلهم هم قلت لك لان هي المية فتندمج يعني بها اكثر من متسابق يصير بها يعني مو بس متسابق واحد فهم متعددين فهم هذول كلهم يعني اللي يسجلوا فتعرف كل سباق تطلع مجموعه جديده
بس يبقى مثلا احنا اللي احنا نقول عليه مجهز حمامه صحيح وتعب على حمامه، هي كلها تعب على حمامه. نعم. بس اكو الفرق بالتجهيز الحمام، يعني صحته صحيحه كامل كامل، احنا نقول متكامل من كل شيء. فهذا مثل ما يقول يبقى محافظ على مراكزه الاوائل هيك يعني. بس هم كل ما ابطال ان شاء الله، وانا هذول عددتهم يعني بيهم الخير والبركه، توفيق للجميع وبيك الخير والبركه. ان شاء الله سنة تجي العدد يكون اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. ابو حسين، طبعا هواي من متابعينا الاحبه يسالون خصوصا الموجودين في محافظه الدياله طريقه المشاركه بسباقاتكم. المشاركه بالسباق احنا هاي السنه نعم صار بيها يعني مو كل محافظه دياله مشاركه بيها. نعم. صار بيها تحديد يعني صار بيها مثلا قضاء بلد روس، العفو قضاء كنعان، ناحيه كنعان العفو. نعم. وبعقوبه اي وخان بني سعد هم من الاسف ترى ما ذكرتهم، خان بني سعد هم عندنا متسابقين اي هم ابطال عندهم نتائج حلوه. نعم. فهاي المناطق انحصرت صارت بين ناحيه كنعان وبعقوبه وخان بني سعد، يعني نقدر نقول قضاء بعقوبه. اي قضاء بعقوبه ما شمل دياله كلها. اي ما شمل، لانه صار اتفاق، لان احنا مثلا عندنا شهربان اي ودلي عباس عندهم نادي هناك؟ لا ما عندهم. ما عندهم نادي. اي هم كلهم يشاركون بالمركز هنا يعني. نعم. بالساعات او بالاجهزه اللي موجوده هنا. نعم. نعم. فخط تعرف احنا الخط العروض بيننا وبينهم ايه؟ بعيد كلش. نعم. وخطهم هم اللي مال السباق يختلف. اي فصارت صار اجتماع فالمتسابقين فحددوا هاي المناطق اللي السابق. نعم. لانه يصير الاغلبيه تعرف احنا الناس تريد تتونس. صح. اي وهم من حقهم يشاركون طبعا. نعم. هذا مو يعني هو مو شيء يعني منعنا لهم او بالعكس هاي هوايتهم واحنا نشجعهم هم يشاركون، بس هي تعرف هي مثل ما يقول راي الاغلبيه. نعم. فصار راي الاغلبيه انه تكون بس فقط قضاء بعقوبه والمناطق القريبه عليها. اي فهسه احنا عندنا ان شاء الله اكو مقترح هيك يعني. نعم. بس لحد الان ما ماشيين به. نعم. يكون نادي ثاني يعني على السنه تيجي ان شاء الله. نعم. هذا راح يكون نادي مفتوح يعني كل يشمل كل المحافظه، كل محافظه دياله ان شاء. نعم. الله. نعم. يعني بلد روز، شهربان، دلع عباس، الخالص، يعني حتى بعقوب المركز اذا يريدون يشاركون به مشمول كله ان شاء الله. نعم. نعم. واذا الله سهل واتفقنا على نفس النادي ويكون نادي مفتوح فهو يبقى نادي واحد، واذا بقى يعني بقى على رايهم المتسابقين فنسوي نادي ثاني ان شاء الله ويبدي كلهم. اما الاشتراك فهو النادي موجود انا رقمي وصفحتي موجوده يتصلون يعني خاصه هسه على النادي. يا ريت لو تذكر لنا رقمك. اي انا الرقم مالتي 077-0643-813. ممنون. اي هذا الرقم مالتي واي واحد يريد يستفسر او شيء يتصل، بس انا هسه ما راح اوضح شيء. اي الاشتراك بالنادي احنا اشتراك قطعي يعني. نعم. يكون يدفع 250,000 بعد ما يدفع يعني يعطي اشتراك 250 بس بالبدايه. اي بالبدايه بعد ما يدفع، واكو بيهم يشتركون على الطير يدفع اشتراك 75,000 وعلى الطير 5 سباقات على 500 و5 سباقات على 1,000 يدفع ويدفع اشتراك 75. هاي فقط هسه حاليا هذا اللي احنا ماشيين عليه معمول به. اي بس السنه تجي بعد تغييرات بعد الله اعلم يعني حسب مقررات مقررات النادي شلون تصير. نعم. والله كريم كل التوفيق ان شاء الله. اشكرك للجميع. ممنونين جدا. بارك الله بك في حفظك ويستر عليكم ان شاء الله. لقاء وان شاء الله نتمنى لك على قناتك المقرة اللي باليوتيوب ان شاء الله النجاح الدائم. بارك الله بك.